يا هلا فويس، الصوت العربي الحر. سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من يا هلا مع كوثر لهذا اليوم الجمعة 17 من شهر حزيران لعام 2016. هذا البرنامج مستمعين الأعزاء الذي يأتيكم عبر الراديو يا هلا، كل التقدير والاحترام لكم مستمعينا الأعزاء. طبعا آخر نهار والجو شوب كتير والعالم صايمة، وربنا يعينه، كل عام وانتم بخير وجمعة مباركة على الجميع، وإن شاء الله يا رب كلها أيام الشهر الفضيل تكون أيام مباركة، وإن شاء الله ذنوب مغفورة للجميع، وربنا يتقبل الصيام من الجميع، وربنا يعين الجميع على الطاعات وعلى أداء الفرائض اللي المفروض أنه الإنسان يضاعفها في هذا الشهر الفضيل. كل عام وأنتم بخير مستمعين الأعزاء، وجاليتنا بألف ألف خير بالشهر الفضيل. طبعا رح تقضوا معنا ساعة مستمعين الأعزاء، ساعة متواصلة رح نحكي فيها على قضايا كتير مهمة. رح نحكي عن طبعا ريماكس، وطبعا هذا الموضوع رح يكون له تغطية في حلقاتنا القادمة، تغطية كبيرة، لأنه هذا الموضوع مهم وخطير في نفس الوقت، بهم كل الجالية العربية العربية وبالتحديد الجالية الفلسطينية، لأنه هاي الشركة عم تتعامل مع سلطات الاحتلال. رح نحكي بعدين على الخبر، وبعدين رح نحكي مستمعين الأعزاء عن مؤسسات الجالية العربية واحتفالاتها بقدوم الشهر الفضيل من خلال طبعا الإفطارات الجماعية وغيرها، وراح نحكي عن العشاء الخيري اللي أقامته بعض المؤسسات، وأيضا راح نحكي عن موضوع السلة رمضان الغذائية، وطبعا راح نحكي عن الموضوع الأهم اللي هو الحادثة اللي هزت شيكاغو، اللي هزت أمريكا الأسبوع الماضي، هي حادثة مقتل 52 مثلي في جزيرة أورلاندو بفلوريدا. وطبعا راح يصحبنا لتسليط الضوء على رأي الشرع بهذا الموضوع فضيلة الشيخ محمد الإمام، إمام مركز شيكاغو الإسلامي. نرجع للموضوع الأول اللي حكيت لكم عليه مستمعي الأعزاء، إنه الآن بهذه اللحظة هنالك مظاهرة كبرى في وسط مدينة شيكاغو. هاي المظاهرة نظمت من قبل تجمع النساء اليهوديات من أجل السلام، منظمة النساء اليهوديات من أجل السلام، وهذه المظاهرة منظمة ضد شركة ريماكس العقارية. وطبعا السبب مستمعين الأعزاء أنه شركة ريماكس واللي هي موجودة في الولايات المتحدة، واللي هي طبعا تعتبر من أكبر الشركات العقارية هون في بيع وشراء العقارات والمساكن والمنازل، طبعا هاي الشركة تقوم الآن بعمليات في داخل فلسطين المحتلة ببيع الأراضي التابعة للفلسطينيين، تقوم ببيع الأراضي التابعة للفلسطينيين للمستوطنين اليهود من أجل بناء المستعمرات في هذه المناطق. حقيقة الموضوع أكثر من خطير على مستوى الجالية العربية أو على مستوى الجالية الفلسطينية بالتحديد، لأنه نحن قدام سياسة توسيع للمستعمرات، وطبعا كل الهم الفلسطيني وكل المشاكل الفلسطينية والجدل الفلسطيني هو على موضوع زيادة المستعمرات اللي ازدادت بنسبة كبيرة وكبيرة جدا خلال العشر سنوات الأخيرة. وبالتالي لما تيجي الشركة بتعمل في شيكا، بتعمل في الولايات المتحدة، وكثير من البروكر اللي موجودين فيها وكثير من الناس اللي بيتعاملوا معه، وحتى المغتربين العرب اللي موجودين في أمريكا كلهم بيشتروا وبيبيعوا بيوت من خلال شركة ريماكس. وبالتالي هنا في يجب أن تكون هنالك وقفة. جاليتنا ومؤسساتها عليكم واجب كبير، عليكم واجب أكثر من يعني قوي أكثر من الفترات السابقة، لأنه هاي الشركة مستمع الأعزاء قاعدة عم بتبيع الأراضي الفلسطينية أو بتسهل بيع الأراضي الفلسطينية اللي موجودة في أراضي فلسطين للمستوطنين اليهود اللي قادمين من مختلف بقاع الأرض من أجل بناء المستوطنات. جاليتنا اصحي، جاليتنا أفيقي، في هنالك موضوع خطير، ويجب أن يكون هنالك حقيقة. أنا أقولها و يعني على مسؤوليتي الشخصية أنه يجب أن تكون هنالك مقاطعة
لشركة ريماكس من كل المؤسسات العربية اللي موجودة في الولايات المتحدة. وأيضا يجب أن تكون هنالك مقاطعة حتى للأشخاص العرب العاملين في هذه المؤسسة، أو أنه يعني أي شخص، ويجب أن تكون هنالك توجيه جوامعنا ومؤسساتنا الدينية، عليكم واجب كبير، عليكم واجب أنه أنتم توعوا أبناء الجالية وتوعوا الناس إلى خطر مثل هذه العملية. يجب أن تكون هنالك وقفة جادة مثل ما وقفت الجالية، وفي وقفة موحدة ضد والمارت، وضد وقفة موحدة ضد جول، عندما يعني قاموا بدعم العشاء الخيري لصالح إسرائيل وجمع مليون دولار، وبالتالي تراجعوا وقطعت كل كارتات الجول أمام عدسات الإعلام الغربي. وبالتالي هنا أيضا مطلوب وقفة من الجالية، مطلوب وقفة مشرفة، مطلوب وقفة من مؤسساتها، مطلوب وقفة. إحنا هنا كمؤسسة إعلامية، إحنا أول مؤسسة، إحنا دقينا ناقوس الخطر، هنا دقينا ناقوس الخطر، وإحنا بنطلب من الجميع أنه كل واحد عليه دور يقوم بهذا الدور. جوامع عليها دور التوعية وإرشاد الناس بخطر مثل هذه العملية. مؤسساتنا السياسية عليها دور أنه تعمل ندوات ولقاءات وتلتقي بأبناء الجالية اللي هم بيعملوا في خلال هاي المؤسسات، وتطلب منهم أن يكون لهم دور ضمن هذه الشركة بإجبار الشركة على عدم أو إلغاء عقد تسهيل بيع البيوت لصالح الكيان الصهيوني أو لصالح المستعمرين القادمين من مختلف أراضي العالم في فلسطين. طبعا هذا الموضوع راح يكون لنا طبعا في، يعني أنا راح يعني أضلني أركز الضوء على هذا الموضوع، راح أتابع كل التطورات الخاصة في هذا الموضوع، راح نتابعها على مدى حلقاتنا القادمة، وراح نحكي في هذا الموضوع ونحاول نلتقي بالمسؤولين. طبعا أنا يعني علمت بهذا التجمع قبل ما أجي للإذاعة بخلال ساعتين، وبالتالي ما كانش قدامي أمامي أنه يعني أجيب شخصية من خلال ريماكس أو المسؤولين أو الهيد كوارترز اللي موجودين أو حتى من أبناء الجالية، بحيث أنه نسمع منهم ونشوف شو راح تكون ردة فعلهم. هذه ضرائب احنا بندفعها، وابناء الجالية بيشتغلوا فيها، وبالتالي المطلوب انه يكون هنالك موقف موحد. راح تكون لنا عودة في حلقات قادمة على هذا الموضوع. طبعا هذا الموضوع الاول. الموضوع الثاني طبعا انه هو خلال الاسبوع الماضي كان هنالك عشاء خيري في المؤسسات. طبعا مؤسسات الجالية من اول ما بدا الشهر الفضيل بدات تتسابق شهر خير وشهر عطاء وشهر ان شاء الله انه نخرج منه جميعنا عتقاء من النار، وايضا ان شاء الله انه يكون غفر للجميع ما تقدم من ذنبهم وما تاخر لوعد الله لعباده الصائمين. أحب أن أركز يعني أقول في موضوع، وطبعا حيكون أو معانا على الخط الشيخ محمد الإمام، أنه الأسبوع الماضي كان هنالك حادثة هزت الولايات المتحدة الأمريكية مجزرة، وصفها الإعلام الأمريكي بأنها الأسوأ في تاريخ أمريكا، وهو مسلح يدخل إلى بار للمثليين الساعة 2 صباحا ويقتل 50 شخص ويجرح 53 في طبعا منطقة أورلاندو بفلوريدا. طبعا المصيبة أنه عندما أعلن عن المتسبب في هذا الحادث كان يحمل اسم عمر صدقي متين، وهو عمره 29 عاما. عندما تأتي إلى عمر صدقي متين رأسا يخطر في بالك مسلم وعربي، وبالتالي الشخص هذا هو مسلم طبعا من مواليد أمريكا مدينة نيويورك، ولكن أصوله هي أفغانستانية ويقيم في فلوريدا. وطبعا بداية الأخبار قالت الإعلام أنه ممكن أن يكون هنالك عمل إرهابي وراء هذا الموضوع. اللي بحس في النفس انه القتل بدم بارد، بغض النظر مين هم الاشخاص اللي هم مقتولون او من هم الاشخاص اللي هم الهدف، القتل لا يمثل الاسلام ولا يمثل المسلمين. القتل جريمة لا تحمل اي اسم اخر، يعني لا يمكن ان نصنفها بانه لانه سوى كذا يجب ان يقتل. لا، القتل بحد ذاته هو محرم، والقتل جريمه يعاقب عليها القانون ويعاقب عليها الشرع. المجرمون القتل هم مجرمون، لكن الذين يحاولون ان يستعملوا الاسلام و لاستخدامه والإساءة له، هذا الموضوع مرفوض. هذه الطريقة تشوه اسم الإسلام وتشوه اسم المسلمين في الولايات المتحدة. حقيقة قبل ما أستقبل الشيخ محمد الإمام عجبتني جملة قالها جبران خليل جبران، قال بدل قتل الإنسان باسم الإسلام
اعملوا على تعريف الإنسان بالأه. فضيلة الشيخ محمد الإمام أهلا وسهلا بك معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم على هذا التقديم. الله يخليك، بارك الله فيك شيخ، وإن شاء الله يا رب كل عام وإنت بخير، وإن شاء الله شهر فضيل علينا وربنا، إن شاء الله نكون من عتقاء هذا الشهر الفضيل جميعا بإذن الله. أهلا وسهلا فيك شيخ محمد الإمام، بارك الله فيك ورب العالمين. الجملة اللي بديت فيها اللي قالها جبران شيخ محمد الإمام بدل قتل الإنسان باسم الإسلام، اعملوا على تعريف الإنسان بالله، كيف تقرأ هاي الكلمة بالنسبة للحادثة التي حصلت في أورلاندو شيخ؟ والله الإسلام جاء ليهدي الناس ويأخذ بيد الإنسان إلى طريق الخالق سبحانه وتعالى، ولذلك كلمة الإسلام جاية من السلام، والسلام الأمن والأمان، فلا ترويع ولا تخويف ولا قتل، هذا هو مبدأ الإسلام. وربنا قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فهذا هو الإسلام. وقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذه هي سماحة الإسلام. فهو جبران يقول إيه؟ إذا أردتم أن تعرفوا الإسلام فعرفوا الناس على سماحة الإسلام وعلى خلق الإسلام، ونحن ندعو إلى الإسلام بسلوكنا وبأفعالنا قبل أقوالنا، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قالها بلسانه واستقام مع الناس بخلقه وإسلامه. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله جعل السلام تحية لأمتي وأمانا لأهل ذمتي. إذن فالإسلام أمان، والإسلام ليس حربا وليس قتلا، وكل ما يفعل ويلصق بالإسلام والمسلمين الإسلام منه براء. جميل يا شيخنا، يعني الحمد لله طبعا، أو أنت عرفت أحسن تعريف بالنسبة للإسلام، لكن هل هنالك، هل يحق لأي شخص أن يأتي ومثل ما أعلن أنه الشخص هذا اتصل في الشرطة وقال لهم كذا وكذا، أنا أمثل هذه الجهة وبالتالي راح تكون هنالك جرم، هل يحق لأي شخص موجود أنه يمثل أو يقيم يعني الشرع أو يقتل شخص باسم الإسلام؟ يعني أريد أن أقرأ الموضوع بشكل صح يا شيخنا، ومش قادر أقرأ بشكل صح. يعني هذا الشخص هل يملك هو أنه يروح يمثل عقاب ربنا بهؤلاء الأشخاص، وأنه المثليين أو يعني هؤلاء الجماعة من المثليين هما كما قيلت بعض وسائل الإعلام أنه يعني ونسبة الموضوع طبعا للإسلام أنه يجب قتل المثليين، هل هذا الكلام وارد وماذا صحة هذا الكلام يا شيخنا؟ هو يعني المثليون حرام في كل الأديان السماوية، يعني الفعلة نفسها حرام، كل الديانات الإسلامية حرمتها، لكن احنا كمسلمين لا يقام الحد بالأفراد، لا يقام بالفرد، الفرد لا يقيم حدا على الفرد، حتى لو بنت زنت وقتلتها فأنا مجرم زاني، أنا مجرم قاتل. ابنتي زنت كما يقول إيه جريمة الشرف، لا شرف عنده ولا كرامة عنده وهو قاتل آثم هذا الإنسان. يبقى إذن إيه هناك فرق بين فعل الحرام وبين إقامة الحكم عليه. فالمثلية حرام في كل الأديان السماوية، والفطرة الإنسانية السليمة تأباها، لكن هذا فعل كما يفعل الإنسان. تم هو شرب الخمر، ما هو يخالف شرع الله، السارق يخالف شرع الله، الزاني يخالف شرع الله، اشمعنا هؤلاء المثليين يعني اللي جعلناهم يعني قضية فيما بيننا؟ فهناك أمور كثيرة كلها حرام، لكن ليس على الفرد المسلم أن يقيم حدا على أخيه الإنسان سواء كان مسلم أو غير مسلم. جميل، هاي النقطة يقيمه الحكم العادل، ونحن في بلد هي تقيم الحكم بشرعها هي وليس بشرعنا نحن.
بالضبط. الإمام علي كرم الله وجهه قال ارضهم ما دمت في أرضهم وحيهم ما دمت في حيهم ودارهم ما دمت في دارهم. يبقى إذن وأنا في بلادي لو دخلت وعملت هذا أنا مجرم قاتل بحكم الشرع في هذه الدولة يا شيخ. للفرد أن يقتل غيره بس هذا محرم شرعا وهو ارتكب جريمة بجريمة أخرى والإسلام يرفض ذلك. الإسلام لم يأتي للأفراد أن يقيموا الحدود وإلا صارت الدنيا فوضى. بالضبط. يعني إذا لو كان هذا العمل يفهمون أنه ليس لإنسان أن يقيم الحد على إنسان ولو كان ابنه السارق أو ابنته الزانية وقتلها فهو مجرم قاتل مقتل قاتل نفس عمدا وهو مخلد في النار أبو هذه البنت الذي صنع بها الذي نسميها جريمة الشرف. فما بالك بإنسان آخر وهو لا يدين بدينك ولا يقتنع بما تقول. إذن من يقيم الحد يا شيخ إذن من يقيم الحد هو حكم الدولة وليس حكم الأفراد. وبالتالي بما أنه إحنا في دولة دستورها ليس الإسلام الدولة حكومة وليس الأفراد. بالضبط. سواء أنا عايش في بلاد مسلمين أو عايش في بلاد إيه غير مسلمين مغترب. أنا ليس لي الحق كفرد إنني أقيم الحد. الذي يقيم الحد هو الحاكم هو الوالي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما بايع بعض إيه بعضا من الصحابة بايعين على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترنوا بين أيديكم ثم قال من اقترف من هذه القاذورات شيئا فستر فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ومن ظهر إلينا أقمنا عليه الحد. من الذي يقيم الحد؟ الحاكم والوالي الحكومة وليس الأشخاص والشرطة والنيابة حتى. لكن لنا ولا أنت ولا أي فرد من المسلمين يقيم حدا على إيه؟ على غير على شخص آخر. وحتى قصة قوم لوط يا شيخنا في القرآن قصة قوم لوط الله سبحانه وتعالى الله عز وجل هو الذي عذب قوم لوط ولم يعطي صلاحية النبي إنه يعذب القوم الذين اشتهروا بالفاحشة. تماما. احنا لازم نفهم كمسلمين ليس لإنسان مسلم في الأرض أن يقيم الحد على إنسان آخر أبدا. هذا للوالي والحاكم وهو مسؤول أمام الله. جزاك الله كل خير شيخنا. يعني الحمد لله أنه إحنا يا رب أنه يكون عندنا يعني هنالك يعني حقيقة هذا اللي ما يحصل بين شبابنا هو في النهاية عدم وعي وعدم الإيمان الصحيح عدم معرفة الدين من مصدره الأساسي ومن مصدره الصحيح. وبالتالي هنالك أشخاص يغرر بهم يا شيخ عن فهم الإسلام الحقيقي. يعني لو إنسان تحدث الآن وبعدين قال له أنا شفت ابنك ماشي مع البنت يضحك ومبسوط طب شفت بنتك ماشية مع الولد روح يقتلها. بالضبط. هذه نظرة خاطئة ومقياس فاسد. فالخطأ خطأ والجرم جرم والذنب ذنب. مهما كان ما عندناش مقاييس إسلامية ولا مقاييس عقلية ولا مقاييس خلقية أبدا. طيب شيخ خلينا فالإسلام من كل هذا براء. الإسلام لا يعطي فردا أن يقيم الحد على الأفراد. طيب هنا في نقطة يا شيخنا في نقطة انه الشاب يعني هذا مرتكب هذا الفاحش واللي هو طبعا قتل من قبل من قوات الامن. يعني هذا الشخص عمره 24 عاما شيخنا. طب اذا كان يعني هنا في نقطة يعني الشباب هم يعني الجيل الجديد او هذا الشباب هم الذين في معظم الحوادث اللي بتحصل بيكونوا مرتكبين هاي الحوادث هم شباب. هنا في عندنا خلل في عندنا نقطة ناقصة سواء كانت من خلال التربية او سواء كانت من خلال النشأة الدينية اللي مش صحيحة بحيث انه الشباب بنجرفوا. اكيد هنالك يعني هذا الشخص اكيد كان هنالك مصادر اخرى او كان هنالك اشخاص اخرون يعني حرضوه على القيام بهذا العمل والا كيف جاءت او هنالك من حط في مخه او في عقله فكر غير صحيح او فكر ديني غير صحيح وبالتالي خلاه يقوم بهذا العمل. اذا هون في عندنا دور كشيخ كبير بالنسبه للاهل. يعني هون هناك دور للاهل وللابوين وللاسره اولا ودور للمسجد ودور للكنيسه ودور للمدرسه ودور لاصحاب الاعلام واصحاب الاقلام وكل واحد له دور فيها في تربيه ايه كل جيل في عصره كل واحد له دور. إذن فالدور الأول للأبوين
يبقى الأبوين هم عليهم المنشأ الأول. ولذلك سيدنا عمر يقول وينشأ منشأ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. يبقى إذن إيه هذا هو الإيه. وبعدين سيدنا الإمام علي أيضا يقول هل يستقيم الظل والعود أعوج؟ كيف ابني يستقيم وأنا لا أصلي ولا أصوم وأنا منحرف وإن كانت امرأة ماشية عارية سافرة؟ طب ابنها يستقيم إزاي؟ إذن يبقى إذن إيه استقم أنت تستقم لك الحياة. يبقى إذن إيه الاستقامة والتوجيه تترتب على أشياء وأشياء، فيجب إيه أن الإنسان يصلح نفسه ثم يصلح زوجه ثم يصلح بيته، فيكون البيت يعني محضا دافئ للفصيل الصغير وللأطفال الصغار يتربون في هذا المكان الذي فيه أم حنونة وأب يرعى ويوجه ويعقل بعطف وحنان، فينشأ الولد في مرتع جميل، فإذا خرج إلى الحياة خرج إنسانا سويا كاملا عاقلا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما نحل الوالد ولده نحلة أفضل من أدب حسن. يبقى إذن إن القضية ألاقي واحد يسلفن علي ويقول لي ابني ما عادش بيسمع كلامي وابني بسبيني وبشتمني، أقول له بعدين؟ يقول لي ما أنا عاوزك توجهه. قلت له أنت ما وجهتوش لابني الأول، أنت كنت فيه لما سبته إلى يعني إلى وصل إلى هذه المرحلة ثم جيت ربي فيه. هذا لا يربى الآن، الشباب لا يربون، الشباب يوجه بطاقاته وبقوته. التربية في الصغر، يبقى إذن التربية في المنشأ، التربية في الطفولة الصغيرة، يتربى وينشأ في بيت هادئ والأبوين يأخذوه إلى بيوت الله ويأخذوه إلى هاي النقطة المهمة يا شيخ، هاي النقطة مهمة جدا، التعليم والتعلم وهم يوجهون. هذا كله يجب على كل أبوين وعلى كل أسرة وعلى كل بيت أن يقوم بهذا. إذا فعلنا ذلك كنا قد بدأنا بالبنية الأولى وباللبنة الأولى، فبعد ذلك يأتي دور المسجد ويأتي دور الصحافة ودور الإذاعة ودور المثقفين ودور المدرسين، فكل له دور في هذه الحياة، والحياة تدور على التوحيد والأخلاق، فكل الخلق متفقون في الأخلاق السوية الجميلة. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق رسول الله. طيب شيخنا احنا الموضوع اخذنا وبدينا في المقابلة في اللقاء بدينا من الاخر، فخلينا نرجع للاول بما انه احنا في شهر فضيل وشهر مبارك وشهر خير، وان شاء الله يا رب نكون من الذين يعني عفى الله عنهم بهذا الشهر الفضيل. استثناءات طبعا، الصوم فرض على كل مسلم ومسلمة وهو ركن أساسي من أركان الإسلام كما أقره شرعنا العظيم، لكن هل هنالك استثناءات من الصوم في دولة زي اللي احنا عايشين فيها هنا وفي الحر الشديد؟ وجزاك الله كل خير، تفضل. ليس هناك استثناء إلا ما شرعه الله لنا. قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا. هذا هو الترخيص من الله تخفيفا على أصحاب الأعذار، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يبقى هذا هو الحكم الذي أمرنا الله به. يبقى مريض لا يستطيع الصيام، يبقى إيه بينتقل من الإيه من الصيام إلى الفطر ويطالب بالقضاء إذا كان يرجى شفاؤه ومرضه مؤقت. أما إذا كان مرضه مستمر الذي يسمى بمرض زمن، يعني يستمر معه طول زمن إلى الوفاة، ولا يستطيع الصيام في رمضان ولا في خارج رمضان، فأعطاه الله رخصة أن يخرج فدية حتى يقبل الله منه ذلك. فقال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. لكن عملية الحر الشديد والبرد الشديد وطول اليوم وقصر اليوم ليس لها ترخيص، بل نصبر ونحتسب الأجر عند الله. وإن كان هنا حر فكانت في مكة والمدينة أشد حرا وأشد قسوة، وكانوا يحاربون مع رسول الله ويخرجون في الأسفار وهم صائمون ومنهم المفطرون. إذن فالحرارة وطول اليوم ليس رخصة للفطر أبدا. طيب جميل،
هنالك شيخنا طبعا نعيد ونكرر أنه إحنا في شهر مبارك وفي شهر فضيل وفي شهر الناس تتسابق يعني لإرضاء الله عز وجل وتتسابق في الحسنات وتتسابق في كل أمور الخير. لكن هنالك بعض الحالات شيخنا نجد أنه يعني يصوم ويذهب إلى المسجد ويؤدي الصلوات ويؤدي التراويح ويتصدق، لكن في نفس الوقت هو قاطع لرحمه، يعني لا يزور أخواته ولا يزور أمه ولا يزور خلاته ولا يزور عماته. حكم الشرع بهيك موضوع شيخنا؟ والله الصوم فريضة مطلوبة من كل مسلم، والصلاة فريضة مطلوبة من كل مسلم، وصلة الرحم وبر الوالدين عبادة أخرى مطلوبة من كل مسلم، فيجب أن يوازن بين كل هذه الأمور. إذن فبر الوالدين وصلة الأرحام هي مثل الفرائض الأخرى كالصلاة والصيام، فإذا فعل شيئا وترك شيئا فيأخذ على فعله هذا يعني أجرا من الله، ويأخذ على تركه في العصيان بدل أمر ببر الوالدين أساء إليهما وعقهما وأمر بصلة الرحم فقطعها، فهذا يعني له إثم عظيم وله عقاب عظيم عند الله يوم القيامة. لكن لا نربط عبادة بعبادة، لكن مطلق العبادات أنها تهذب النفس وتقوي الإيمان وتقوي روح العزيمة عند الإنسان، فقال الله تعالى يبين لنا ذلك: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وبعدين في حديث آخر: من لم تنهاه صلاته فلا صلاة له. يبقى إذن أي فلا أجر له في صلاته، لكن لا نقول صيامك مش نافع، الصيام صحيح لكن القبول على الله، لكن من الباب الثاني أننا نهذب أنفسنا ونقوم بما أمرنا الله به من حسن العشرة وحسن المعاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح وأمسى بارا لوالديه فتح له بابان من الجنة، ومن أصبح وأمسى غاضبا لوالديه فتح له بابان من النار. فقال رجل: يا رسول الله، وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله، بقول لي أبويا ظلمني وأمي ظلمتني وأبويا ساب أمي وما ربنيش وما عملنيش، كيف أن أنا أحترمه؟ ربنا قال له في سورة لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. يبقى حتى لو الأب كان غير مسلم والأم غير مسلمة أمرنا بالبر والإحسان إليهما، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فإذا أنا لا أعامل أبي بما عاملني به من يعني تقصير في تربيتي أو يعني إهانة لي، لا أعامل بذلك، لأنه هو حسابه على الله، وأنا مطالب من الله إنني أحسن بر الوالدين وأحسن عشرتهما، ومطالب أيضا إنني أصل رحمي وإن قطعوني. ولذلك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي أهلا أعطيهم ويمنعونني وأتودد إليهم ويتبغضون إلي وأتقرب منهم ويتباعدون عني، وظل يذكر فعل المحاسن والكرم من جانبه وفعل السوء وفعل القبح من الطرف الثاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الأمر كما تقول فكأنك تطعمهم الملة، ولك من الله ظهير ما دمت على ذلك، أي لك من الله معين ولك من الله نصير إذا استمريت على إنهم يقطعون وأنت تصل الرحم، هم يمنعون وأنت تعطي، هم يسيئون وأنت تحسن، لأن كل طرف مطالب بحسن المعاملة، فإذا أحسنت فلك الأجر وإذا أسأت فعليك العقاب والوزر.
جميل يا شيخ، ربنا يبارك فيك. بس احنا خليك معنا، حنطلع الفاصل الاعلاني ونرجع. لا انا استاذن منك لان انا عندي عزاء في أورلان بارك، فانا همشي الان. طيب خلينا، طب جاوبنا هذا السؤال قبل ما نطلع الفاصل. تفضلي. تسلم. احنا في عنا يعني بدنا نعرف حكم الشرع مثلا بالنسبه للصيام في البلدان اللي بيكون فيها عدد ساعات الصيام بتوصل 22 ساعه، وبلدان اخرى بيكون فيها مثلا عدد ساعات الصيام 3 إلى 4 ساعات. كيف ينظر اليها الشرع؟ كيف ينظر الشرع لهذا الموضوع؟ هو الشرع بينظر إذا كانت هناك بلدان يعني فيها ليل دائم عدد من الشهور أو نهار دائم في عدد من الشهور، بيقيس يومه وليلا ونهارا على أقرب البلاد الإسلامية له في التوازن الزمني. يعني ودي مش موجودة عندنا فلا نسأل عنها. يعني إيه؟ لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم درسكم. اللي عايشين في هذا المقام لهم فتواهم الخاصة، لكن نحن في هذه البلاد مثل بلادنا تماما، نصوم نمسك عند الفجر ونفطر عند بعد غروب الشمس. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. جميل. بس احنا هذا السؤال اجانا هسه على الفيسبوك، واحنا فاتحين الفيسبوك امامنا، فاجانا هذا السؤال هسه يعني على الهواء، فعشان هيك سألنا شيخ. ما احنا قلنا هذا السؤال يجاب في البلاد اللي فيها هذا الحكم. بنقول اذا كانت بعض البلدان يعني فيها يعني زمن طويل في شهور متعددة ليل وفي شهور متعددة نهار، قلنا بيقيس يومه ليلا ونهارا أقرب البلاد الإسلامية له التي فيها يعني وقت لليل ووقت للنهار. جميل جدا، وبارك الله فيك، وإن شاء الله في ميزان حسناتك وإنت بألف خير. وسدد الله خطاكم وهدنا وإياكم إلى سواء السبيل يا رب العالمين. وربنا يهدي أولادنا وأولاد المسلمين يا رب العالمين، ويرفع شأن الإسلام ويظهر للناس حسنه وجماله. فالإسلام ليس فيه عنف وليس فيه قبح، فالإسلام جمال وكمال وخلق وأدب واحترام، لأن الله قال وقولوا للناس حسنا، وقال تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ولا لتتقاتلوا لتتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو ديننا الجميل الحنيف السمح، فنحمد الله على ذلك، وندعو الله أن يحفظ الأنفس البشرية جمعاء، وأن يحقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يهدي الشاردين والضالين إلى سواء السبيل، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة قدير. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا محمد الإمام، إمام مركز شيكاغو الإسلامي، وبارك الله فيك، وإن شاء الله في ميزان حسناتك في هذا الشهر الفضيل. مستمع الأعزاء، رح نطلع فاصل إعلاني ونرجع نواصل، خليكم معنا. يا هلا فويس، صوت يسمعك وتسمعه. أكيد هذا الطفل عطشان. Humanity Without Borders تقوم بحفر الآبار في إفريقيا وتوصيل المياه النقية للمحتاجين. الآن يمكنك حفر بئر بالكامل $3,000 فقط، أو المساهمة في حفر بئر $300 أو كما قدرك الله. للتبرع وللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 913-839-6300 أو زيارة موقعنا humanitywithoutborders.com. Humanity Without Borders، نحول عطاءكم لأكثر الناس حاجة. Ashana Banquet, well known for their beautiful rooms, superior service, and great food. For all your special occasions, call Ashana Banquets. We will take care of your wedding, engagement, henna parties, bridal shower, baby shower, or corporate events. Reserve today at 630-964-7090. 630-964-7090.
Ashana Banquets has easy parking and seats up to 900 guests comfortably. اتصل على Ashana Banquets واحجز لجميع مناسباتك. 1620 75th Street in Downers Grove, Illinois. Mancari's Chrysler Jeep Dodge and Ram. أحسن شيء إنه عنده برنامج خاص للعرب والمسلمين بدون فوائد. آها يعني 0% فوائد. هذا غير إنهم بيحكوا عربي وعندهم جميع أنواع السيارات جديد ومستعمل. مانكاريز في أوكلان على استعداد إنهم يوفروا لك التقسيط حتى إذا أنت جاي من البلاد جديد ولسه ما عندك كريدت أو إذا في عندك مشاكل بالكريدت هم بيعملوا كل جهدهم ليحلوها. هذا غير العروض الخاصة لمستمعين يا هلا فويس. إذا حبيت سيارة خدها لسه وجربها وبعطوك $25 كارد حتى لو ما بدك تشتريها. مانكاريز 4630 West 95th Street in Oakland, Illinois. 888-631-9187. الرقم مرة تانية 888-631-9187. Hi, I'm Frank Mancari. I will be at the dealership every day to guarantee you will pay what we pay and you will drive home today. Risha Printing is the best spot for all your printing needs. We specialize in graphic design, banners, channel letters, lighted box signs. Everything from business cards and wedding invitations to t-shirts and car wraps can all be found at Risha. We would like to announce our collaboration with Pristine Line Media Productions, who will provide audio and video services for all occasions, such as weddings, special events, and commercials. Visit our showroom in Bridgeview. Call us at 708-233-6688 to place an order or speak with a Pristine Line representative to learn more about our wedding video packages. For more information, visit trishaprinting.com and pristineline.com. I will earn my degree. I will persevere. I will be unstoppable. What will you do? Come to Moraine Valley Community College and we'll help you fill in the blank. Moraine Valley is located in Pelos Hills, Illinois. Get hands-on training to prepare for today's hottest jobs or earn the first 2 years of your bachelor's degree. Convenient class times and affordable tuition let you reach your personal and professional goals on your schedule and within your budget. Register now at morainevalley.edu and so you can say, I will achieve my goals. I will achieve my goals. I will achieve my goals. حلويات نابلس. جميع أنواع الحلويات العربية. نافع، حلاوة جبن، مدلوقة، ليالي لبنان، عش سرايا، حلبة، عوامة، غريبة، هريسة، بقلاوة. حكيت كنافة؟ طبعاً كنافة. ومش بس هيك، لا، في حلويات نابلس منجيب الجبن النابلسية من البلاد كل 45 يوم، وعجينة الكنافة بنعملها هون، مش بس بنشتريها جاهزة زي المحلات التانية. حلويات نابلس بإدارة أبو رامي والطبخ الشيف السوري محمد زياد على استعداد إنهم يعملوا الكنافة قدامك في بيتك أو في أي مكان بتختاره لمناسباتك السعيدة. حلويات نابلس، هارلم أند 83rd في بريدجفيو. Order online today at nablessweet.com for second day delivery. We have sugar-free sweets. حلويات نابلس، تعال ذوق طعم البلاد. Ramadan is a month of blessings, full of forgiveness and guidance. Here at Yahla Voice, we all wish you and your family a happy Ramadan. Ramadan. يا هلا فويس، الصوت العربي الحر. من جديد نرحب بكم مستمعينا الاعزاء واذكركم انكم تستمعون الى يا هلا مع كوثر ويوم جمعه ثانيه من شهر رمضان المبارك وكل عام وانتم بالف خير وبتمنى انكم تكونوا يعني مبسوطين وانتم قاعدين بتحضروا للافطار. وقبل ما نواصل في عنا اتصال هاتفي، ناخذ الاتصال. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين يا ماهر، كيف حالك؟ كل سنة وانت سالم. الحمد لله، الله يبارك فيك. رمضان كريم. الله أكرم، كل عام وانتم بخير وانت بالصحة والسلامة. تسلم يا ماهر. الله يسلمك، الله يخليك. تفضل، شو عندك اليوم؟ الله والله اللي عندي نفس الموضوع اللي كان شيخنا العزيز بتحدث فيه. يعني كنت أنا عندي كم سؤال، اللي هو يعني عندك
عبر الفضائيات هناك يعني قس أمريكي اسمه روجر خامينيز. هو أصلا مش أبيض يعني هو لاتينو يمكن مكسيكي. صرح وتحسر على عمر متين إنه ما قتلهم كلهم هذا في الملهى. وقس تاني اسمه ستيفن أندرسون في كنيسة عالم المؤمنين في فينيكس برضو أعلن نفس الشيء وقال إنه God sent him, God sent the shooter يعني يعني إنه أحمل المسؤولية للدولة. في نفس الوقت يعني المسلمين نددوا وخرجوا في نفس إدانة في نفس الساعة خرج يعني كير وغير كير والمؤسسات الدينية والتصريحات اللي أدمناها وعملناها بس ما خلصنا لا من ترامب ولا من أتباع ترامب في الخطاب العنصري اللي هو العدو الأول للولايات المتحدة. ترامب وأتباعه هم من أعداء للديمقراطية وللإنسانية. بالنسبة للموضوع الإعلان أصلا بهذه المنكرات والفواحش والتشريع بها هو مصيبة كبيرة يعني. إحنا يعني أشكال مقززة يعني تخالف جميع الأعراف والديانات. مش أنا بحكي هذا شيء, نسبة كبيرة من العالم 99% من العالم يعني تنبذ هذا الشيء, هذا شذوذ. ولكن لما تأتي الدول الساقطة العلمانية بتبرر هذا الشذوذ وتشرع له, هذا شذوذ يعني. إلهم نواديهم وإلهم مراكز إعلامهم. تصوري زواج الرجل للرجل وسمحوا لهم بالتبني, بيجي طفل بين رجلين بنادي هذا يمه وبنادي هذا يابا بين رجلين. يتصور الحالة النفسية اللي تربى عليها هذا الطفل والأطفال, أو بين امرأتين واحد يناديها يابا وواحد يناديها يمه. يعني خلطوا اسم المسيح عليه السلام عيسى ابن مريم, يعني خلطوا واللي شرفوا رب العالمين مع هذا الانحراف. بس هو يا ماهر, بس نعم. هو ماهر نعم. الأديان جميعها بتنكر هذا الفعل يعني سواء كانت المسيحية نعم. ولا الإسلام ولا اليهودية, جميع الأديان اللي مصدرها واحد بتنكر هذه الفعلة الشنيعة الغلط غلط. لكن احنا نعم. كنا بنتفق نعم. احنا مختلفين, احنا مش مختلفين على نقطة انه المثليين هل هما صح ولا خطأ. لا, المثليين هما خطأ وهذا الموضوع مرفوض وعندنا في الشرع رجس من عمل الشيطان. لكن احنا مختلفين على قضية القتل, يعني هل يحق لشخص انه ينفذ يعني حكم الله بناس ويقتلهم أم أنها مسؤولية طبعاً. الدول, هذا كان خلافنا يا ماهر. إحنا الخلاف نعم هو نعم سؤال وجيه. هو طبعا لا يحق, إحنا ديننا دين الإسلامي واضح وضوح الشمس ما عليه غبار, واضح ديننا دين سماح ودين رحمة ودين عدل. ولكن هذا ديننا في الوقت الحالي أهل الرحمة وأهل العدل أقلاء وهم في السجون. إذا تتفضل يعني 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 في جميع الأديان مثل ما تفضلت, ولكن في نفس الوقت هناك كنائس مفتوحة حاليا في الولايات المتحدة في الدليل بتشوفيها Christ Church for Homosexual, Christ Church for Lesbian. إحنا ديننا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, ما لنا علاقة في رب يحاسب الجميع. ولكن هذا بضر المجتمع وخطر على المجتمع. والدليل على ذلك عندك من سنة 78 إلى 81 كانت إصابة بالإيدز بس بعشرات الأشخاص, أما الآن أكثر من عشرات الملايين. هذا في أفريقيا وفي أمريكا, شوف الضرر اللي سبب, هذا أخطر من القنبلة الذرية. هذا الشذوذ يؤثر على حياتنا النفسية, وجوههم مقززة. يعني أنا بتكلم كإنسان يعني اعتبروني قس من هالقسيسين, لا يعتبروني عربي, أنا أمريكي قبل القس. ولكن أنا اللي بحكي فيه لازم نتكلم كلمة الصراحة. هذا شيء مرفوض إنه القتل, إحنا ضد القتل بأي كلمة الحق. خلينا نحكي نحن بالحق. والاعتداء هو دائما علينا, إحنا المعتدى علينا من مئات السنين. أراضينا محتلة, نسواننا في السجون, رجالنا في السجون, نقتل نذبح يوميا, ولا بشوف هجة ولا عجة لا من الشيوخ ولا من مؤسسات كير ولا غيرها. أما لما بحدث مصيبة هذا اسمه نفاق إعلامي واضح, هذا الإعلام النفاق. إحنا نندد نعم ونستنكر نعم, ولكن مش لهذه الدرجة. التركيز
هناك أولويات. إحنا يوميا بموت عنا مئات يوميا عبر الفضائيات. يعني كان تصريح كير يا ماهر كان تصريح كير إنه يعني نهاد عوض لما صرح في الموضوع قال إنه إحنا ضد القتل, وقال إنه إحنا ضد تسييس هاي الحادثة, ضد تسييس هاي الحادثة واعتبارها أنه هناك يعني كان بده يحطها في الإطار الفردي. هلأ رغم اختلافنا أو اتفاقنا على أنه كير يعني مؤسسة ممتازة ولا جيدة ولا بتدافع عن حقوق المسلمين أم لا, يعني مش هذا موضوع النقاش, لكن هو كان طرحه أو بكلمته قال أنه يجب أن لا تسيس هذه القضية وتحسب كحادثة سياسية ضد المسلمين, يعني كأنها عمل مدبر وعمل إرهابي من قبل المسلمين. كان هذا هو تصريح. نعم. تصريح نعم, هو 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 أصلاً سبتمبر إلى من هاي الحادثة أنا بشك فيها. وعلي مليون علامة استفهام. إحنا دائما في مثل حكيت وأنا قبل المرة, اللي بحبك ببلع لك الزلط واللي بكرهك بتمنى لك الغلط. يعني أي واحد يعني في أوكلاهوما مقفي أو اللي قتل بنت بركات أولاد بركات عائلة كاملة وصالحة قتلهم, يعني هذا مش مجرم مش إرهابي. ليش إحنا ما نسبنا للمسيحية؟ ليش كل واحد اسمه عمر ولا محمد بيجي؟ يا عمي مش كل واحد برضو اسمه عمر ومحمد وخليل وأحمد يعني مسلم حقيقي ولا يمثل الإسلام ولا هو ولا, بس الإسلام واضح زي ما حكينا. إحنا وجودنا في أمريكا وجود إيجابي. المسلمين في أمريكا ونص مليون في شيكاغو لوحدها, يطلع جيبي لي كم واحد في السجن اليوم من العرب في أمريكا الفلسطينية أو غير فلسطين مسلمين كثير يا مهر كثير, ما بدخل على السجون وأعمل إحصائية كثير. إحنا ما بنخالف القانون ولا بنحب العنف, لأنه إحنا خارجين, إحنا بدنا سلام, إحنا زهقنا العنف والذبح. إحنا أكثر ناس عانينا في العالم. إحنا ترامب, أنا برأي ترامب واللي بمثل ترامب واللي بأيد ترامب واللي بدعم ترامب هم الأعداء الأصليين للولايات المتحدة. هذه بلد تربينا عليها, فيها حرية, فيها عدالة اجتماعية, فيها حرية رأي. أنا بتكلم أنت 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 بتحكي عن مسلم. يعني إحنا هندخل في موضوع آخر, موضوع ترامب وموضوع ال 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 هوم ديبو. هوم ديبو يا ماهر اللي أعلن على عدسات التلفزيون, كل عدسات التلفزيون الأمريكي اللي أعلن إنه عنده على استعداد إنه يعطي كل المصاري اللي بيأخذها من هوم ديبو ويد يدفعها لبناء جدار بين الأمريكا والمكسيك. يعني مش عارف إذا كانت بلد الديمقراطية تمارس فيها لا تمارس فيها الديمقراطية. يعني أنت يعني بعد ما هدم جدار برلين بدنا نرجع نبني جدار برلين بين الأمريكا والمكسيك, زي ما إسرائيل بنت الجدار بينها وبين بين أرض 67 وبين 48. يعني عالم متناقض, ليس هنالك أصلا يعني عدل ولا هنالك في كل دول العالم. يعني كيف لك تأخذ المصاري اللي أنت بتجيبها وتروح تعطيها لترامب على أساس إنه يبني جدار بينك وبين المكسيك؟ على أي أساس؟ يعني هذا بلك التجارة بزنس. هذا رجل أعمال بده يضل رجل أعمال. هذا زي ما حكت عنه هيلاري كلينتون, نصب على العالم ونصب على الشركات وهلا جاي ينصب على الدولة. طلع عليه الأمور واضحة. أصلا أمريكا قائمة كلها أمريكا على الأقليات والدستور بالضبط, هي دستور أمريكا دستور الأقليات وأمريكا بلد الأقليات. مقلت نعم, يعني هو مشكلته مع المكسيكان ولا مع اللاتين ولا مع العرب مش راح ينجح. هو مشكلته مع المهاجرين, مع المهاجرين. يا احنا دخلنا في موضوع نعم. اخر, هو مشكلته مع المهاجرين. طيب انا بدي استغل هاي الفرصه, خليك معي ماهر, بس انا بدي استغل هسه هاي الفرصه وانا بدي اعلن يعني, وبعدين كمان هذا راي شخصي الي انا يعني, انه في عشاء خيري دعا الى ايمانويل رئيس بلدية شيكاغو على يوم 28/6 لأبناء الجالية وقياداتها. طبعا أنا بتمنى, أنا شخصيا يعني أرفض الذهاب ولن أذهب, رغم أنه أنا أجتني دعوة لن أذهب, وأطلب من جميع أبناء المؤسسات العربية والإسلامية أن يسجلوا موقف وأنه لا يذهبوا إلى العشاء اللي دعا إله أو الإفطار اللي دعا إلى إيمانويل اللي هو رئيس بلدية شيكاغو. ويجب أن يكون هنالك يعني بتمنى من كل المؤسسات أنه تودي ورقة أو تكتب استنكار بأنه هاي المؤسسات وأفرادها
انه مش جاية او مش راح تحضر الافطار لانه هنالك ايمانويل هو داعم للكيان الصهيوني, وايمانويل هو اللي الغى كل مكاسب الجالية العربية اللي حققتها على مدى السنوات القادمة من حيث الغاء لشهر الثقافي العربي وتسكيره للهيومن ريليشن كونسل وكل المهن هاي. سو يعني بتمنى من كل واحد وصلته هاي الدعوة انه ما يذهب, وانه يجب ان تتم مقاطعات, ولازم يجب ان يفهم الرجل انه وجودنا نحن كجالية انه احنا إلنا الحق ان نعيش وناخذ حقوقنا كاملة بما انه احنا مواطنين امريكيين وندفع الضريبة ونعيش في المجتمع الامريكي وكل اللي علينا. يجب ان يفهم انه لنا حقوق ايضا, وانه حقنا انه يكون إلنا شهر الثقافي العربي, وحقنا انه يكون إلنا الوظيفة في الكوميشن هيومن ريليشن, وحقنا انه نكون موجودين في بلدية شيكاغو, وحقنا في كل هاي الشغلات. يا ريت يا مؤسسات الجالية, انا حطيتها على الفيسبوك انه يجب مقاطعة العشاء حفل الافطار او دعوة الافطار اللي دعا عليها ايمانويل, لانه هذا الرجل لا يعمل لصالحنا, وانما يريد ان يسجل فقط لتاريخ بلدية شيكاغو انه هيدا على المسلمين وقيادات الجالية المسلمة للافطار. ف يعني حبيت انه اقول هاي النقطة قبل ما يخلص البرنامج. تفضل يا ماهر, كمل شو اللي بدك تحكي. الو 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 نعم يا طيب اتفضل. يعني كانت هاي الدعوة على اساس انه نعم نعم تفضل يا ماهر. نعم سمعت رايك وبحترم رايك, ولكن السؤال اللي بدي اساله واسالوه يعني السؤال المطروح اللي بيطرح نفسه انه وين المؤسسات العربيه اللي موحدانا اللي نسمع صوت واحد وكلمه واحده, ما بدنا نروح ما بدنا نيجي. العداوه للعرب والمسلمين اصبحت واضحه من اليمين المتطرف. ربنا في كتابه العزيز لما قال ولتفسدن في الارض مرتين ولتعلون علوا كبيرا, هذا هو العلو الكبير. يعني بعد ما كان شويه صغيره اللهم صل على النبي رئيس البلديه السابق شو اسمه رئيس البلدية قبل مانويل ديلي مير ديلي مير ديلي, ديلي. ريتشارد ديلي ريتشارد ديلي شوي صغير بدهم يضيعوه, كانوا بدهم يسووا فيه زي كلينتون لما راح على غزة وبكى في مطار غزة لما واحد فلسطينية شكت له انه ما شفت ابوي بعد 10 سنين, وشو شكت له ما لما شكت له بكى. كلينتون رجل إنساني بضل عنده إنسانية مؤمن, من حد ما رجع هنا قالوا له تعال حبيبي مونيكا ولوينسكي وسيجار ولعنوا أمه على أبوه خربوا بيته مع مرته ودمروه. اللي محتل أمريكا في الوقت الحالي واللي مسيطر على المؤسسات إحنا أغنى منهم. العرب الأموال الموجودة في أيدي العرب, ولكن مش موحدين العرب, ولا بدنا نحرر ولا بدنا إيش قيمة لنفسنا. كل واحد بغني على ليله, كل واحد بده يفتح محل له لحاله وبده يفتح مركز لحاله وبده يكون رئيس له ولجماعته اللي حواليه ودخنوا آخر الليل وشربوا أرجيلة وفقوا النتيجة سلامة سلمة. وعطيني مؤسسة أنا ممكن أتصل فيها توحدنا وتجمعنا الليلة وتعطينا رأي إنه ليش ما نروح على حفلة البلدية أو ليش نروح وين أروح. أنت فاهمين وين أروح, وين مؤسساتنا إذا صار عندي خلل أو مشكلة وين أروح. ولا حدا حيسمع لك, ولا حدا حيسمع لك, وكل مؤسسة حتى لمصلحتها الخاصة, لأنه كل مؤسسة بدها تبني علاقة خاصة مع رئيس البلدية. مع الأسف يعني مع الأسف يجب أن يكون هنالك رأي آخر مخالف, يجب أن يكون هنالك رفض حتى يكون لك صوت مسموع. يعني أرفض وعبر عن رأيك مشان يسمع صوتك وبعدين يسألوك ليش ما أجيت, أما أنه تعال عشان تروح تتعشى عشان أروح على الداون تاون عشان أروح أكل صحن وأرجع, هذا الكلام مرفوض, هذا الكلام مرفوض. يا بنت الحلال يا بنت الحلال, أهم عبادة عند رب العالمين مساعدة الأبرياء ومساعدة الناس وكلمة حق. إحنا صار عندنا شو مشغولين بزي في الجوامع عشاء وعندي كذا وعندي كذا. يا عمي كلام زهرنا كلام, شفعنا على الفضائيات بسمع كل يوم مليون درس دين حافظين على الغيب. يا عمي المشكلة بدنا نفعل ايه وقل اعملوا. تسير الله عنكم. الأخ حبش قبل الأسبوع الماضي وعرض فكرة كويسة انه احنا لازم نبلش نبدأ العمل, بدنا مؤسسة قوية منتخبة. اكم مؤسسة عندنا
وأكرم رئيس عنا، وكل عام الرئيس وكل عام إحنا كلنا ديوك مثل ما تفضلتي. فإحنا بصراحة كلمة الحق يعني الاعتراف بالذنب أول طريق الشفاء، الاعتراف بالمرض، إحنا مرضى بالعربي كلنا منافس محمضة، ولا واحد راضي يتنازل للثاني، والكل بتهم الثاني، والكل عنده اختلاف مع الثاني. يا عمي يا عم اعمل بعلمي ولا اعمل يعني اترك عملي ينفعك علمي ولا يضرك يعني عملي عملي يعني اعمل بعلمي. يعني انا لما باجي بعطي فكرة بعطي من حرارة، احنا بتتفضل انت بتقول لي ريماكس، ريماكس مين والناس نايمين؟ عندك سعودي ريماكس؟ لا بس ريماكس. الموضوع خطير بالنسبة لموضوع ريماكس، موضوع خطير وموضوع طبعا. سياسي وإله مدلولات أكثر من يعني من خطيرة، وبالتالي أنا يعني أعلنت إنه أنا راح أتابع الموضوع وراح أحاول أجيب مسؤولين من ريماكس وراح أشوف أقدر شو بقدر أسلط الضوء على هذا الموضوع، لأنه هذا الموضوع يجب أن تكون يعني يجب أن يكون هنالك إجماع عربي عليه، يجب أن يكون هنالك إجماع لمؤسسات الجالية. نعم 60% من البضائع العربية الموجودة في الأسواق باسم حسن وباسم حسنين وباسم عربي كلها جاي من المستوطنات الإسرائيلية، هذول لا دين ولا ضمير ولا بهمهم من وين جاي البضائع. اسمع علي لحكي لك، خلينا نكون احنا صريحين، لا يمكن لأي حد يحتل لا فلسطين ولا أرض بدون مساعدة الأعراب. فلسطين ضاعت بسبب الخيانة، وإذا والخوف اللي مش خايفين على المسلمين، يعني الغرب كله أعداء الإسلام مش سائلين على المسلمين ولا سائلين على مليار، سائلين على الإسلام بحد ذاته. الإسلام بحد ذاته دين عدل ودين قائم ودين المستقبل للعالم كله. طيب جميل، احنا برنامجنا اعطاني خالد الاشاره انه انا لازم انهي. يا ماهر خالد اعطاني الاشاره انه انا لازم انهي الحديث، يعني حقيقه بيكون ذو شجون وبالواحد بيحكي من اللي هو فيه. انا بشكرك يا ماهر وبشكر مساهماتك وضلك معنا دائما وفشت خلق زي ما بيحكوا مستمعينا الاعزاء. شكرا لك. اهلا فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مستمعينا الاعزاء اتمنى ان تكونوا اقضيتوا وقت ممتع ومفيد مع فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ولكم مني في النهاية أنا كوثر عثمان أجمل الأمنيات، ومن الهندسة الإذاعية خالد خلفة، ألقاكم بمشيئته تعالى يوم الجمعة القادم في أمان الله، وكل عام وأنتم بألف خير، وكل رمضان وأنتم بالصحة والسلامة في أمان الله. يا هلا فويس، الصوت العربي الحر.